أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. صحيفة عربية: ملايين الدولارات خسائر جيران صالح. عدن الغد: عامان منذ مقتل جعفر محمد سعد والجناة بلا محاكمة. ومن العرب الجديد: النساء يتحدين قبضة ميليشيا الحوثي الأمنية في صنعاء. وأخيرا من البي بي سي: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يدمر أي فرص للسلام. أهلا بكم. المقتنيات والأموال التي ظل صالح يجمعها طيلة فترة حكمه وقع جزء منها في أيدي ميليشيا الحوثي، وتداولت مواقع الأخبار معلومات حول ما تم نهبه ومحاولة تغطية ذلك بتوريدها نحو بنك لم يعد موجودا. وعنون موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يصادرون ممتلكات صالح بعد يومين من مقتله. قال الموقع إن الحوثيين أعلنوا مصادرة الممتلكات، ويقولون إنهم عثروا على كميات من الذهب والفضة والمبالغ النقدية في بيت علي صالح، وأنه سيتم تحويلها إلى البنك المركزي بصنعاء. وقال مصدر في سلطة الحوثيين إن الجهات مستمرة في البحث عن أي أصول أو ممتلكات تعود لزعيم ميليشيات الخيانة، وحذرت أي جهة أو شخص يخفي أو يحتجز أي أموال أو ممتلكات فإن عليه المبادرة وسرعة تسليمها، ما لم فإنه يعرض نفسه للمساءلة. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن اليمن اليوم لا يعاني فقط من أزمة إنسانية، إنما أيضا من انتهاكات يومية بحق المواطنين المدنيين الأبرياء، ما نراه ينافي كل الأعراف ولا يجب السكوت عنه. وأعرب ولد الشيخ في سلسلة تغريدات على تويتر تبعها محرر الصحوة نت، أعرب عن أسفه لمقتل الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، وعن قلقه عن مصير باقي أعضاء الوفد. وأكد ولد الشيخ أن التقارير الواردة من صنعاء عن قمع لمظاهرة نسائية سلمية واعتقالات لصحفيين وأعضاء من حزب المؤتمر تتنافى مع القانون الدولي العام وشرعة حقوق الإنسان. الاغتيال غالبا ما كان تعبيرا عن يأس سياسي، لأنه يرجح تصفية الحسابات الشخصية على الحسابات السياسية. هكذا بدأ خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، مضيفا في أجزاء من المقال: من يشرعن الاغتيال للآخرين عليه أن يهيئ نفسه ليكون ضحية شريعته، والتي تقل كثيرا عن شريعة الغاب، لأن الحيوانات قلما تقتل بعضها لأسباب لا علاقة لها بالجوع أو الخوف والدفاع عن النفس، لكن الإنسان يفعل ذلك. وكما أن أشهر من اخترعوا أدوات التعذيب والسموم كان لهم نصيب منها وتجرعوها ولو بعد حين، فإن بندقية من يمارس الاغتيال كما رسمها فنان ألماني ذات فوهتين، إحداهما تتجه إلى الضحية والأخرى إلى صدر القاتل. ومن لجأوا إلى الاغتيالات في الأزمات والصراعات السياسية لم يكن لديهم ما يفعلونه فانتحروه، لكن من خلال اغتيال خصومهم، لأن هذه الثقافة أو التقاليد عندما تنتشر لا يسلم منها أحد تماما، كالحروب الأهلية التي تنتهي بخسائر موزعة بالتساوي بين الأطراف المتحاربة. ومن شاهدوا لوحة غورنيكا الشهيرة لبابلو بيكاسو عن الحرب الأهلية الإسبانية، أو ما رسمه الفنان غويا عن رجلين يتحاربان بينما تغوص سيقانهما في دوامة، يدركوا أبعاد هذه المأساة التي يراها البعض مجرد أحداث متباعدة لا يربطها سياق، بينما يراها المبدع بانوراما شاملة لكل الزوايا والأبعاد. وقد ثبت بالتجارب ومن خلال تكرارها أن الاغتيال ينتجه اليأس، خصوصا في المجال السياسي، لأن من لديه حلم بالاستمرار وإقناع الناس بأطروحاته يتجنب مثل هذا العنف ذي الحدين، ويدرك أن بندقية الاغتيال هي بالفعل ذات فوهتين، وعليه أن ينتظر دوره في هذه التبادلية المجنونة.
الموقع بوست عنون في صفحته الرئيسية بخصوص ما تتعرض له حرية الإعلام في البلاد، وعنون الموقع: صحفيات بلا قيود تدين احتجاز 41 من الصحفيين والعاملين بقناة اليمن اليوم. قال الموقع: أدانت منظمة صحفيات بلا قيود احتجاز 41 من الصحفيين والعاملين في اليمن اليوم في قناة اليمن اليوم التابعة للرئيس السابق صالح من قبل ميليشيات الحوثي. وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية اقتحمت مبنى القناة وسيطرت عليه الأحد الماضي على إثر المواجهات التي دارت بينها وبين القوات الموالية لحليفها السابق صالح، وحذرت بلا قيود من استمرار عملية استهداف الصحفيين والزج بهم في الصراعات، ودعت صحفيات بلا قيود إلى سرعة الإفراج الفوري عن المحتجزين وإخلاء مبنى القناة، كما حملت الميليشيا مسؤولية سلامة حياة الصحفيين داعية كافة المنظمات الحقوقية إلى إدانة الحادثة وممارسة الضغط على الميليشيا لإطلاق سراح المحتجزين وإيقاف الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير. عناوين عديدة أوردتها صحيفة أخبار اليوم في صفحتها الأولى ونقرأ منها: الرئيس هادي يحمل ميليشيات الحوثي حياة وسلامة قيادات وكوادر المؤتمر. وميدانيا: الجيش يستعيد مواقع استراتيجية جنوب تعز ويتقدم نحو الخوخة ويقتل قياديا بارزا. وعنوان: المجلس الانتقالي ينفي إصدار بيان طالب فيه بنصف ثروة صالح. عنوان آخر: الجيش يفتح جبهة جديدة غرب صعدة والميليشيا تفجر منزلين بالأزهور. وعنوان أخير: سفراء دول التحالف لدى السعودية يناقشون الأوضاع في اليمن بعد مقتل صالح. حلم الديمقراطية مات في الشرق الأوسط. تحت هذا العنوان كتبت أصلي أندنتا باس مقالها في الواشنطن بوست والذي أعادت نشره الغد والتي أعادت الغد نشره. قبل 7 سنوات من الآن أحرق بائع تونسي نفسه دفاعا عن كرامته، متسببا بدون أن يعرف في اندلاع موجة من المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد أراد الناس في المنطقة الحصول على ما حرموا منه على مدى ما يقرب من قرن من الزمن، نظاما عادلا وحياة أفضل وقليلا من المساحة للتنفس. لكن ما حصل عليه الناس بدلا من ذلك بعد مرور 7 سنوات كان المزيد من الاستبداد والفوضى. ليست الثرثرات بالتأكيد دليلا موثوقا تماما ليتم الاسترشاد بها في الشؤون العالمية. الآن بعد 7 سنوات من بداية الربيع العربي ليس لدى الشرق الأوسط شيء يتطلع إليه، فالمطالب الديمقراطية أجهضتها حملات الأنظمة منذ فترة طويلة، وانحدر الإصلاح الاقتصادي إلى مهاوي الفساد، والليبرالية أصبحت بلا حياة، والعلمانية ليس لها مؤيدون، والبعثية والقومية العربية والإسلاموية كما يجادل البعض أيضا فشلت منذ زمن طويل، وقد ذهبت الأيديولوجيات وكذلك فعل الأمل بالتغيير أيضا. وحتى البلدان التي كانت لديها ذات مرة فرصة معقولة لإقامة نظام ديمقراطي أصبحت تتراجع، ومع الاستثناء الجزئي لتونس هناك قبول صريح لما وصفه الراحل فؤاد عجمي باستثنائية المنطقة، فكرة أن الانتشار العالمي للديمقراطية والازدهار قد تجاوز الشرق الأوسط لأجيال عدة، ومن المرجح أن تتخطى الحرية هذا الجيل أيضاً. بطبيعة الحال لا يؤدي هذا الشعور بالعجز واليأس مباشرة إلى الحرب، لكنه يعني أن هناك الأقل مما تبقى لدى الناس ليخسروه، وأن الطغاة الشعبويون يمكن أن يستخدموا الحماس القومية للتعويض عن عدم شرعيتهم. عماني منذ مقتله ولم يقدم أحد إلى المحاكمة، هكذا علق أحد المقربين من محافظ عدن الأسبق جعفر محمد سعد في تقرير نشره موقع عدن الغد بمناسبة مرور عامين على مقتل المحافظ مع 8 من مرافقيه. وقال نصر الشاذلي إن ملف حادثة اغتيال محافظ عدن الأسبق أعيد فتحه مجددا، وتم فتح الملف ومطابقة أقوال الشهود مع التسجيلات. ولم يرد الشاذلي أي توضيحات حول الجهة التي قامت بفتح الملف مجددا، وقال كاتب التقرير:
عماني منذ وجه الرئيس عبد الرب منصور هادي بتشكيل لجنة تحقيق في حادث الاغتيال ولم نرى أي نتائج. يضيف عماني منذ رحيل الشهيد لم تعلن السلطات عن هوية الجهات التي نفذت واقعة الاغتيال رغم أنها أعلنت أكثر من مرة بأنها ضبطت الجناه. ويتابع التقرير رغم إعلان مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال شائع في 12 من إبريل 2016 القبض على منفذي الجريمة الشنيعة التي ولم يتم نشر أي صورة للمتورطين أو أي أسماء. تابع موقع التغيير نت الترتيبات التي تجريها ميليشيا الحوثي في سبيل إحكام سيطرتها على قواعد وقيادات وممتلكات حزب المؤتمر الشعبي، وعنون الموقع ضغط حوثي على القبائل لكتابة بيانات ولاء. قال الموقع إن عددا من وجهاء القبائل الموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام كشفوا عن تلقيهم أوامر من الحوثيين بتحديد موقف مكتوب يؤيد الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي ويبارك عملية التخلص من صالح والقيادات الموالية له بوصفهم خارجين عن الصف الوطني. تحدثت الصحف العربية عن مجريات الأحداث في اليمن وقد اختلفت في طريقة تفسيرها لهذه الأحداث، نستعرضها بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صنعاء ديسمبر 2017، المرحلة الثانية من السقوط في أيدي الحوثيين. بهذا عنونت صحيفة العرب الجديد لتقول في التفاصيل إن مشاهد الاعتقالات والانتشار المكثف للمسلحين في العديد من الشوارع والاقتحامات لمنازل مسؤولين سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء ليبدو سكانها أمام المرحلة الثانية في طريق بسط الحوثيين سيطرتهم بشكل كامل عليها بعد أن كانت المرحلة الأولى قد بدأت في سبتمبر 2014 وفيها اجتاحت الجماعة صنعاء، ولكن بتحالف أو تسهيل من حليف ظل شريكا لها على مدى أكثر من 3 سنوات منصرمة قبل أن يقضي مقتولا. وفي الوقت الذي لا يزال مصير جثمان علي عبد الله صالح مجهولا في ظل تضارب الأنباء حول دفنه أو استمرار التحفظ عليه، وبعد يومين على مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وحدهن النساء من استطعن كسر حاجز القبضة الحديدية للحوثيين في العاصمة ليخرجن بتظاهرة شاركت فيها العشرات منهن. وأكد شهود عيان للعرب الجديد أن الحوثيين والقوات الموالية لهم انتشروا بكثافة وقمعوا الاحتجاجات النسائية بإطلاق النار في الهواء، بالإضافة إلى تعرض العديد منهن إلى الضرب بالعصي. صحيفة الحياة قالت بأن الوسط التجارية في صنعاء تلقى ضربة قاسمة بسبب القتال العنيف الذي اندلع بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وأسفر اقتحام منزل صالح في حي حدة وتفجيره عن احتراق مركز الكميم التجاري وإلحاق أضرار بالغة بفندق الكميم المجاور ومركز سام مول ومئات المحلات التجارية والشركات، خصوصا في شوارع حدة والدائري وصخر التي يطل عليها المنزل. وتسببت الاشتباكات في تدمير مئات المحال التجارية والمنازل في مربع كبير في صنعاء كان يعد المربع الأمني لصالح، والذي يضم أحياء وشوارع رئيسة وتجارية وهي الحي السياسي ومنطقة 70 وشوارع بغداد والجزائر وعمان والزبيري. وقدر خبراء في حديث إلى الحياة حجم الخسائر جراء الأضرار التي لحقت بالمنشأة التجارية والقطاع الخاص في صنعاء وتوقف النشاط بسبب القتال بملايين الدولارات،
فضلا عن خسارة عدد كبير من أصحاب العمل والعمال وظائفهم ومصادر دخلهم. وأشاروا إلى أن تجار السوق السوداء استغلوا تلك الأوضاع الاستثنائية ورفعوا أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمواد الأساسية والسلع الغذائية المرتفعة أصلا في ظل غياب أي رقابة أو ضوابط. مقتل صالح تحصيل حاصل، ولن يتغير أو لن تتغير موازين الحرب على إثر ذلك. تحت هذا العنوان كتب فهمي محمد عبد الرحمن مقاله المنشور في الاشتراكي نت، مضيفا في أجزاء من المقال: الحوثيون منذ دخول صنعاء استثمروا حماقة صالح وحقده على ثورة الشباب، ولذلك عرفوا من أين تؤكل الكتف، لذا سيطروا على أدوات قوته التي مكنته من الانقلاب على الثورة بالتحالف معهم عبر جهاز الدولة، خاصة الجيش والمال العام، ثم تحركوا بعد ذلك للسيطرة على وسائل الإعلام والقرار السياسي عن طريق اللجان الثورية والمجلس السياسي، وتحول جموح الحركة في السيطرة إلى سيل جارف، ولكن الجرف في صنعاء كان على حساب قوة صالح وحزبه. لم يكن صالح قادرا أن يواجه هذا الجموح لعدد من الأسباب تم ذكرها سابقا، فقد اكتفى أن يعيش نشوة الانتصار في طرد خصومه خارج الوطن، بينما استمرت الحركة في تفكيك مراكز قوته القبلية والعسكرية وسيطرة حزبه على مقاليد السلطة تمهيدا للانتقام منه. وحين شعر بالاختناق الشديد حاول استدعاء جماهير حزبه للخروج من المأزق واستعادة زخم قوته عبر فعاليات جماهيرية يتم تمويلها من الأموال المنهوبة التي تحولت إلى رأس مال تجاري وشركات تجارية في الخارج. وفي المقابل لم يكن الحوثيون غافلين عن مغازي صالح، فبينما كان يريد من ذلك استعادة قوته المفقودة وتوجيه رسائل إيجابية لدول التحالف وذلك في الاستعداد لفض الشراكة مع الحوثيين، كان الحوثيون يصنفون تلك التحركات بالخيانة تمهيدا لقتله بعد أن تم إضعافه والسيطرة على الجيش والمال والسلاح. تابعت العديد من الصحف العربية الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة للمحتل، وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف رسميا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، داعيا وزارة الخارجية لبدء التحضير لنقل السفارة إليها. ترامب قال في كلمة له بشأن القدس: الاستراتيجيات التي اتبعناها حول الشرق الأوسط في الماضي فاشلة، ولأكثر من 20 عاما رفض الرؤساء الأمريكيون الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحان الوقت للاعتراف بذلك رسميا. وأضاف ترامب: وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا القرار تأخر كثيرا ولا يعني وقف التزامنا بالتوصل لسلام دائم مبنيا أن لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها. وشدد الرئيس الأمريكي على أنه يجب أن يحظى أتباع الديانات الثلاث بحرية العبادة في القدس، وألا نتبنى أي موقف بشأن قضايا الحل النهائي، وملتزمون بتسهيل اتفاق سلام مقبول للفلسطينيين والإسرائيليين. ودعا الفلسطينيين والإسرائيليين لتسوية مسألة الحدود فيما بينهما مع إبقاء كافة الأطراف على الوضع القائم في القدس كما هو. موقع شبكة البي بي سي نقل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يمثل إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة دورها الذي كانت تلعبه خلال العقود السابقة في رعاية عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف عباس أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يدمر أي فرصة في حل الدولتين، وأكد أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية. وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الشعب الفلسطيني في كل مكان لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة وخيارهم في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم. وأوضح الناطق باسم الحركة أن قرار ترامب سيفتح أبواب جهنم على المصالح الأمريكية في المنطقة. وحول ردود الفعل العربية والدولية المستنكرة لقرار ترامب، كتبت صحيفة القدس العربي أن الحكومة الأردنية
اعتبرت اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل خرقاً للشرعية الدولية والميثاق الأممي. تركيا من جهتها نددت عبر وزارة الخارجية بالقرار الأمريكي ووصفته بغير المسؤول، ودعت واشنطن لإعادة النظر في هذا التحرك. رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أعلنت في بيان أن المملكة المتحدة لا توافق على القرار الأمريكي حول القدس عاصمة لإسرائيل. من جهته وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القرار الأمريكي بأنه المؤسف، ودعا إلى تجنب العنف بأي ثمن. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فقال إن مدينة القدس من ملفات الوضع النهائي للقضية الفلسطينية، ويجب حلها من خلال المفاوضات المباشرة على أساس القرارات الأممية. وعبرت كل من دول إيطاليا وألمانيا والسويد رفضها لهذا القرار الذي يعرض السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها للخطر. مجموعة صور متنوعة التقطتها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.